القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله. اسم عبد الصمد وهدان حلقوله؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. احنا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعمل لي مفاجاه هنا ولا ايه؟ ابوس يدك، ابوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل ازاي؟ ضرب سكينه. شال ضرب في السكينه في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شران لبقه؟ يعني ايه شران لبقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس، إن طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت أنهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت أنهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له إجازة ولا إيه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه المؤقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجه عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقه انا مش محامي. نعم يا اخويا. لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك، انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فالاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول ما رفعت ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تأجيل؟ اه خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها، هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ ده انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم، ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لمي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي. يا راجل. والله اقول لك على حاجة؟ اما طعن في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غرد. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت سياده المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي. الله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه. هو طالع بمنظورين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يا
يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. أول مصحة و5000 جنيه بس بقى، التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. أنا عارف، أنا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي هي مش عارف كده. عشان خاطري. أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. لحظة واحدة، استنى والنبي، هات النضارة دي ما تبوظيش اللحظة السعيدة. طب بقى أنا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها، أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي. انحلوا بإيه؟ سكر غالي. وانحلوا بإيه؟ أمي بنت على الركب. السكر غالي. وتسكر غالي. وانحلوا بإيه؟ وتسكر غالي. وانحلوا بإيه؟ وتسكر غالي. وتسكر غالي. شوف بقى ده، بص بص بص. طب ما بحبش البرتقال. بحبش ايه؟ البرتقال. المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه نقى. عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفه خلي الانسه تخش قيس جوه. خلي ليه؟ الانسه تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 الله. يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله، طب مال امك انت اللي انت بره 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 بره. لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي! ايه؟ الفلوس! مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس ان اهو في قلب الجيب جوزك سبع. خفتي يكونوا الثانوية خرمني. لا يصيروا منين اهو في جيب اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبينا نكمل شوبينج. انت لك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طب والله عندك حق، المره الجايه نروح الموسكي. يلا، هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزن من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ضعيف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. خد عفونة مش طفونة، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما
ما اقول لك.